طبعا عملنا مرتبط بعمل الشرطة المجتمعية، يعني احنا عندنا حالات تجينا الحالات عنف أسري او ابتزاز الكتروني او اي نوع من الاعتداء على اشخاص، فتجينا الحالات هذه احنا نعالج الحالات. اذا تحتاج دعم نفسي فاحنا هنا بهذا المركز ندعم نفسيا، لكن اذا تحتاج تدخل قانوني فبهذه الحالة احنا راح نحولهم للشرطة المجتمعية. بالإضافة لهذا أنه الشرطة المجتمعية إذا عندهم حالات تحتاج دعم نفسي فإحنا يحولوهم علينا، إحنا نعالج الموضوع الخاص بهم. يعني أول شيء هي تجيني تعبانة، ما تقدر تحكي، ترجف، خاصة الحالة البارحة جتنا كانت كلش ترجف، كانت يعني ما ماكلة صار لها يومين، إلى درجة مضطربة بحيث ما تقدر حتى توقف، بحيث دخلت فورا قعدت. فإحنا نحاول نهدئها، نحاول أنه نخليها يعني ترتاح نفسيا، أعرفها بنفسي، أعرفها بالمركز، أنطيها نوع من الأمان والأطمئنان أنه أطمئني أنه هذا المركز راح يحميكم وراح يخدمكم ونقدم كل المساعدة الممكنة لها، بحيث نخليها أنه تطمئن أنه إحنا ندعمها وأنه إحنا ما راح نوقف، يعني ما راح نكون ضدها نهائيا. المركز هذا لدعم المشاكل اللي يعاني منها المجتمع داخل الأسرة، حصرا داخل الأسرة والأطراف المحيطة به. إحنا ما عندنا مثلا أي مشكلة لازم تجي نستقبلها مشاكل أسرية عادية، لا، اللي يكون سبب يكون حاصل العنف. العنف هو اللي يصل إلى الشخص إلى يصل إلى أن يترك البيت أو يحاول يترك البيت أو يتعنف أو يتأذى لأذى جسدي، إحنا نتدخل ولازم أكو دعوة وشكوى. راديو الغد، وطن يمتد.